ونعتقد اللي شيء هذا مازال صاير، خاطر انا عندي ليزيكو تاعي نفس المنظومه قاعده تخدم. تونسي كي يبدا عنده مثلا الباب هذا ويعرف روحه مثلا الباب هذا باش يدخله 100 مليون وهو عاجز باش يدخلهم ال 100 مليون، يجيك ويعرض عليك الشراكه ويقول لك راهو نجم ندخلوا 100 مليون ويجي نقسم. غدوه انت تستعمل نفوذك وتولي تدخل في 150، يعاود يولي يرجع يحسب وحده، يتحسر، يقولوا كان قعدت وحدي وكان صبرت شويه وكان درا شنو وكان من هنا، ويولي يحسب. واكثريه الناس اللي شكات، ثم اولاد اصل اللي ما شكاوش واللي هم عن قناعه، معناها يعرف روحه ما، وثم ناس اللي معناها اللي طمعت يقول لك الفلوس المصادره باش نحصل حوايج. ثم انا حتى اللي عرضوا علي قال لي باش نبعث بعث لي مع محامين اخرين، هاني باش نشكي بيك في الموضوع الفلاني واستعرف انت واللي باش ناخذوه متى نقسموه، فهمتني؟ وما استعرفت لحتى واحد.